بسم الله الرحمن الرحيم. يعني في البداية أولى تحديات سياسة خارجية مصرية هي القضية الفلسطينية وحل الدولتين ووجود دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية على حدود 67. ده أولى أولويات وتحديات سياسة خارجية مصرية. القضية الفلسطينية بالنسبة لمصر وبالنسبة للقيادة السياسية وبالنسبة للشعب المصري هي أولى أولوياته. الأمر الثاني الدور المصري في المنطقة اللي تم، الدور المصري الخاص بالهدنة ووقف إطلاق النار أشارت به كافة الأطراف الإقليمية والأطراف الدولية، وده مش جديد على مصر من حيث الدور الريادي في المنطقة. التدخل المصري أشاد به جو بايدن الرئيس الأمريكي، التدخل المصري بوقف إطلاق النار أشادت به الفصائل الفلسطينية وأشاد به رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وده مش جديد على مصر، وده بيعظم ويؤكد استعادة الريادة للدور المصري في المنطقة. وده تم في عدد من الملفات فيما يخص الأزمة الليبية وعرب بناء الدولة والدور المصري فيما يخص الحرب على قطاع غزة ووقف إطلاق النار حماية الشعب الفلسطيني. الأمر الثاني الدور الشعبي والتكاتف من القيادة السياسية والشعب المصري فيما يخص قوافل الإغاثة والدعم من العديد من القيادة السياسية ومن المجتمع المدني والمجتمع الأهلي ومن مجلس النواب والأحزاب فيما يتم القوافل اللي تمت لقطاع غزة. ده بيؤكد قد ايه انه الشعب الفلسطيني والشعب المصري والشعوب العربية بتكمل بعض، وقد ايه مساهمة الشعوب العربية والشعب المصري في احياء القضية الفلسطينية مرة اخرى والمطالبة بحل الدولتين ودولة فلسطينية عاصمة القدس الشرقية على حدود 67.